أعزائي المشاهدين حياكم الله وكل الهلا بكم، مستمرين بنقل معاناة وهموم المواطنين في محافظة البصرة، وأينما كان المواطن وأينما وجد المواطن تكون كاميرا قناة دبليو تي في وطن. اليوم جولتنا في إحدى المناطق البصرية المهمة الشعبية للغاية، إحدى هذه المناطق في محافظة البصرة تسمى حي الحسين أو ما تعرف بالحيانية. هذه المدينة الغنية بالمعاناة، الغنية بالهموم، الغنية بالمشاكل الكبيرة. اليوم جولتنا بين أهلها وبين ناسها وبين محبينها. إذن أعزائي المشاهدين، من منطقة حي الحسين، من منطقة الهموم والمشاكل والمعاناة، منطقة الطيبة والمحبة والفطرة والإنسانية الكبيرة، خلينا نشوف أول رسالة وأول معاناة من هذه المنطقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك الغالي؟ الله يسلمك. تعال يمي، تعال يمي من هنا. أنت وين تداوم؟ داوم بالمجاري. بالمجاري؟ إيه نعم. شلون شغلكم؟ شغلنا والله ماشي ومتعب. نعم. إيه بس ينقصنا يا راتب ماكو، سنة وأربعة أشهر ماكو راتب. سنة وأربعة أشهر ما عندكم راتب؟ إيه والله. شنو السبب؟ ما ادري، ما اعرف السبب شنو. ايه السبب ما نعرفه شنو. زين. ناشدتوا محافظ البصرة؟ ناشدنا المحافظين، يعلم كلهم يعلمون. ايه يدرون ست اشهر؟ يدرون لا ست سنه وست اشهر واربعة اشهر. واربعة اشهر. ايه والمديرية علم ماكو راتب. شلون جاي تشتغلون هسه؟ انا اشتغل هيك بدون رواتب. اي والله بدون رواتب. وهسه انت بحرارة الصيف؟ لا بحرارة الصيف كنت نازل بايل منه والله انا. نعم. هو جماعة كلهم مشود عليهم، ورحت نزلت بذيكه تعال شوف الزباله مالتها طلعتها. ايه وسلكناها مش الماي. شكرا جزيلا، شكرا لك. اذا اعزائي المشاهدين، سمعتوا اول مشاكل او اولى المعاناه في محافظه البصره، بالتحديد في منطقه حي الحسين. هذا الشاب يعمل في مديريه مجاري البصره لمده سنه واربعه اشهر لغايه الان بدون راتب، يعمل مجانا وفي حراره الجو وفي منطقه خطره جدا، وفي هذه الاماكن وفي منطقة حي الحسين المليئة بالمشاكل والمليئة بالمعاناة. أول معاناة وأول رسالة من هذه المنطقة، شاب يعمل لمدة سنة وأربعة أشهر بدون راتب. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ الله يسلمك. الله يخليك. الله يخليك. شنو عملك؟ أنا عندي تيك توك. عندك تيك توك؟ إي أشتغل به. شنو معاناتكم أهل التيك توك؟ والله معاناتنا بالضيم بالشارع. نعم. يعني المرور يركض ورانا، الحكومة تركض ورانا، لا نقدر نمشي من هنا لهنا، وهي كلها كروت 1000 دينار وأكثرها سواق. شباب قاعد على الطالب طالع، يعني ابسط مشروع مثل هذا التيك توك كان شباب ما حد ظل قاعد، يعني حتى من يطلعون جازر التيك توك؟ جاي يطلعون جازر، بس يعني من وين ما جاي تروح يكضونك، يعني لا تقدر تطلع، لا تقدر تمشي منه مكان. زين. بالفتره الاخيره يحاسبون العبارات المسيئه والعبارات اللي اي نعم، يعني كثره الذوق العام، اي كثره التجاوز بالعبارات. نعم. اي يعني هاي الاطفال جاي هذه يطلع يصعد بتيك توك يكتب ليالي جو كتب له عباره. انت شنو كاتب على التيك توك؟ انا والله كل شيء ما كاتب. ما كاتب شيء. ما كاتب بعد. شكرا جزيلا. اشكر. اذا اعزائي المشاهدين، متواصلين ويا اهلنا ويا ناسنا في منطقه حي الحسين، منطقه الهموم ومنطقه المشاكل والمعاناه، هذه المنطقه التي قدمت للعراق ما قدمت، شهداء جرحى حاربوا النظام البائد، منطقه حي الحسين. هذه المدينه المكتظه سكانيا من اكثر المناطق شعبيه في محافظه البصره. ومن أكثر المناطق هموما في هذه المحافظة، حي الحسين من المناطق المهمة التي حسينية على وجه الخصوص في محرم الحرام، تسمى كربلاء المصغرة، وفي باقي الأيام هي في قمة الشجاعة، في قمة البطولة. شباب حي الحسين لا زالوا في قمة الإيثار، في قمة المشاكل، في قمة المعاناة، وصولا إلى ما أوصلتهم به الحكومة المحلية في محافظة البصرة. مستمرين أعزائي المشاهدين بين شباب الحيانية وبين معاناتهم. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام عليكم. ورحمة الله. شلونك قلبي؟ الله يحفظكم. الله يوفقك. بحي الحسين. أنا بحي الحسين. صار لي تقريبا 35 سنة. 35 سنة بحي الحسين. حي الحسين. أنا تقريبا 32. 32. يعني ولادتك بيها؟ ولادتي بيها. نعم. وهنا أنا كلش انولدت وكملت هنا أنا. شنو الحلو بحي الحسين؟ حلو بناسها. نعم. كلها حلوة هي. كلها حلوة الحيانية. مجاهدينها، بطولتها، كلهن بكلهن. بس انا اقول لك ما يدير بالهم الحكومه علينا. نعم. بهاي لا بنظافه، لا بالبلديه، لا بالرعايه، لا بالعمل، كل شيء ماكو. احنا هنا هسه شباب هاي كلها عطاله بطاله، شيل حلاليك على شتوفك ب 1000 دينار ب 500 دينار.
هاي العدان، كل شيء ما يدوصل، هاي رسالتي للحكومة. لا تبليط، لا كهرباء، كل شيء ماكو، هاي طب لها هاي المنطقة كلها، منا للمدينة، إذا لقيت تبليط عاتبني. كل شيء ماكو، كل شيء ما مسويت لنا الحكومة الحي الحسين. الحيانية كلها. برأيك ليش هذا لا موفرين عمل، لا موفرين شغل، نعم. لا تبليط، لا مجاري، هاي هسه نعم. يجيك الشتاء راح نغرق. إي. نغرق. حتى جهان تطلع للمدارس خطير يصرفنون اللي هنا اي شيء ما بالحياني شكرا وشكرا جزيلا. شكرا شكرا خلونا نشوف رساله ثانيه من منطقه حي الحسين. اذا اعزائي المشاهدين مستمرين في احد الاسواق المهمه في منطقه حي الحسين الذي يسمى سوق القسم. هذا السوق من الاسواق المركزيه في محافظه الاسواق البصره، من الاسواق المهمه في محافظه البصره اعزائي المشاهدين. ونحن نتجول في هذه المنطقة وفي سوق الحيانية وجدنا شاعر مبدع قدم للبصرة ما قدم، قدم للعراق ما قدم، شاعر كبير ومميز أعزائي المشاهدين. وهذا الإهمال الذي وصلت إليه منطقة حي الحسين، المبدعين الكتاب المثقفين هم في خانة النسيان. عمار الدراجي أحد شعراء البصرة المهمين والغالين على مدرسة شعراء البصرة. عمار الدراجي حياك الله. الله يسعدك. شلونك الغالي؟ الله يخليك. طبعا حي الحسين احنا نسعد بوجودكم وبوجود القناه. حي الحسين اللي حياني اخرجت المثقفين الفنانين من هذا يوسف نصار لحد الان ما حد يعرفه وين صاير. نعم. المشايخ اللي طلعت من هنا، لكن اكو اهمال كلش قوي عليه. الاهمال هاي خدمات الشوارع شفتها بعينك انت. نعم. الاسواق يعني الكهرباء، كهرباء اللي يصورون كهرباء شوي يطلعونها احسن ذي. نعم. الله يخليك. نعم. انت وشرفت. انت شنو معاناتك ومومك عمار؟ معاناتنا كلها. انت هنا شنو عملك؟ انا مو بس انا، مو بس انا. شنو عملك بالسوق هسه؟ انا اشتغل بتكتك. تشتغل بتكتك؟ اي والله مو بس معاناتي، كلهم على الطالب والطالب، كلهم لا تعيين لا فرص عندهم، اي فرص عمل ما عندهم. عمار المثقفين الراعين اصحاب القصص، اصحاب الامثله اللي قدموا للبصره، الاطباء المثقفين المهمين في محافظه البصره خصوصا بالحيانية. نعم. يعني مو من المفترض أن الحكومة أن تهتم بيهم، ترعاهم، تقدم لهم رواتب قد تغنيهم عن الأعمال. بالعكس بالعكس الأخرى. أنا مسؤول عن كلامي جاي يملونهم. نعم. يعني سامي بطل العراق هو بساحة وميدان لحد ما مات ما حد يعرفه وين صاير، فاتح دكان صغير يبيع بيه جقاية. ثقة بنفس الحالة، هذا ثقة بالبهاد يمه ساحة وميدان بطل العراق 5 سنوات، يوسف نصار الله يرحمه ما حد يعرفهم وين صايرين. يعني هواي عندنا يعني طاقات كلش حلوة هنا عندنا، بس المشكلة إهمال قوي علينا. ما اعرف ليه من الحيانية ما بعد. نعم. ما اعرف هاي. نعم. سبب يمه مو يمه يعني على طريقتك الخاصه ابن. نعم. الحيانية جاي يدفع ضريبه لان هو ينتمي للحيانية. اي يدفع ضريبه يعني ينتمي الى هذه المدينه. اللي قدمت ضريبة لأن ما قدمت لان لو اكو اهتمام، لو اكو اهتمام. نعم. بناس الحيانية وبشباب الحيانية يبلطوا لهم الشوارع مالتهم، كهرباتهم تصير زينه لهم، لان كهرباتهم نابضه يمهم زين، هواي معاناه جاي يعانون. عمار ترجمت معاناه ناسك بقصيده بابيات شعريه؟ هي ترجمت مو ما. نعم. ترجمت، لكن انت تعرف هسه اجواء الشعر مو هنا بس. نعم. خلينا نسمع منك ولو شيء قليل. نستغل تواجدك. الله انا خادم. انا خادم هسه. عن تجنيدي يسال يا مواليد. نعم. لبس بالجيش لو هارب قضاها. اي. عراق انت اصل راوينا اثبات، هويتك مسكنك شوف النباهه. نعم. هويتي تعوقت بحدى الهجومات. الله. بوقت مرتك كنت لابد وراها. الله يخليك. الله. بوقت مرتك كنت لابد وراها. اختصرها عمار رسالة لكل الفاسدين، رسالة لكل الواقفين على أمل الشعب، السارقين لقوت الشعب، السارقين للثروة النفطية والغازية والزراعية في محافظة البصرة، هذه المدينة الغنية بالموارد، الغنية بكل شيء. الآن أبناء هذه المدينة فقراء في غاية المعاناة، في غاية التشريد. مستمرة الهموم ومستمرة المعاناة. خلونا نشوف الأم البصرية والنخلة البصرية التي تقوم ببيع هذه الآلة لتنظيف الأماكن القذرة مثل ما يقولون. مو يمه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. هاي شو يسمونها بلهجتنا يمه؟ هاي مكناسة. مكناسة. نعيش بيها. زين. نضعافها ونبيع ونعيش الأيتام العيدية. تنظف المكان نظف. القذر. إن شاء الله. زين. بما أن هاي الآلة تنظف المكان القذر. زين. شو وقت يجي يوم ننظف أرض العراق من السياسيين الفاسدين؟ بهالأيام من الرجال اللي أثاعوا الفساد. الفساد إن شاء الله بهالأيام، حل الله وقوة الحسين الباطن له. وهاي نعيش بها الايتام. شو تحصلين يما يوم؟ حصل 5000. 5000. وعندي 6 ايتام وهم توهم ميتين. نعم. بنتي. 6 ايتام عندك؟ اي والله. اسالي علي السوق كله، ابيع كل انا ما ابيع والله، والله العظيم نبكي. وانت شفت. راتب ما عندك؟ كلش ما. على هبل، وقاعده ايجار. وين قاعده ايجار؟ بالقرمه. بالقرمه. تجين من القرمه هنا؟ اي بالعباس.
زين هسه انت تحصلين 5000 الكروت والله ادين 5 من مرت حماي اي بيها حصلت 10 طيت الخمسه ما يتضلت غير يوم اطيع وهذه يعني كل هيك راتب ما عندي والله العظيم لا رعايه كل شيء ما لا رعايه لا راتب على اذني اسال علي السوق كله بعت كليت ما بعت ظلت كام اربعه قاعده ساكته بينات العباس امس انا ظالم لي غدي اسال ما بتاع عن امس ورحت اي ماشين يبتينا قلت له ما يبي شيء بكيت قال الحاج لا تبكي ليش بكيتي ليش بكيتي ما بعد قال لي ولي سونا شاي ناكل الله دعت عيني لعز اولادي كل الله يكون بعونك الله يكون بعونك ان شاء الله خدمتكم انا عندك رساله تردين توصلينها يما؟ لا والله ما عندي رساله حتى لو عندي قلبي عمي هالايام عمي شلون يما؟ حتى قلبي عمي ما اعرف شنو احكي وروح ابوك كل شيء عمي شكرا جزيلا اذا اعزائي المشاهدين تشوفون هاي الام البصريه تتكلم وهي في حرقه تتكلم وهي في دمعه كبيره وفي حسره كبيره هذه الام من سكنه منطقه قرمه علي اللي تبعد مسافات طويله عن منطقه الحيانيه وتجي يوميا لهذا المكان في سبيل تحصل مورد مادي يومي حصل لها يوميه 5000 دينار باللهجه الشعبيه جدا شو تكفي هاي ال 5000 مصرفها كروتها علاجها وعندها 6 ايتام هذه الرساله اليوم نخليها في خانه حكومة البصرة الحكومة المحلية في محافظة البصرة والمتبنين لموضوع البصرة الاهتمام بأهالي البصرة الاهتمام بأبناء البصرة الاهتمام بأصحاب الأعمار الكبيرة في محافظة البصرة خليكم معنا أعزائي المشاهدين شكرا يما شكرا رسالتي السلام عليكم شلونك قلبي يعني احنا بعد ما شفنا هاي الحجية اللي تسكن بهذا المكان ومعاناتها وهمومها شنو رأيك والله هسه المفروض هسه الحجية بهيك عمر اخليها قاعدة ببيت وراتب لها هسه شنو معاناتها هسه قاعده؟ ثاني شيء معاناتنا احنا كلش تعبانه نشتغلها منها نوديها منها، خو بتروح للدكتور، الدكتور قبل كشفيته 25 ادويه، روح سوي لك شو اسمه صيدليه له، شاته دكتور وعندك يعني مستشفى المستشفى يعني للدوله، يعني عندك تراتب من الدوله، يعني ما عنده وين يروح؟ يعني هسه مثلا الكشفيه مالته 10000 25 و30 يعني تعبانين بالقران نجيبها منا ونكض منا وعندنا تكاتك احنا صاحب تكتك وعندنا عائله وكل احنا عندنا عوائل بلدنا احنا مو مثل باقي البلد بلدنا تعبان شبابنا تعبانه انت خريج لو شنو؟ انا مخلص سادس خلص سادس ايه؟ علمي لو ادبي؟ لا ابتدائي سادس ابتدائي ايه؟ جيد اي والله وبعد وطلعت من الدراسه في سبيل تعيش حالتك اي والله نعم يا لي اذا قاعد بالبيت يا لي يعني دراسه نعم. يراد لها مصرف ويراد لها خاط ويراد لها كل شيء يعني عائلتي يا يطيها شو توجه رساله للحكومه؟ والله رساله للحكومه مثلا عينهم على المواطن نعم. احنا عراقيين لا جايين من غير بلد هسه يجي من غير بلد هنا يشتغل وراتب له واحنا هسه قاعدين ليش؟ هسه انا في شجام سايق نعم اجازه ما سوق عندي تروح تقدم على سياقه ماكو زين يعني هواي معاناتنا فتعبانه نوجه رساله للحكومه يشوفونا وحل شباب يعني تعبانين شكرا جزيلا وصلت رسالتك من يتكلم من الشباب اذا شكرا اعزائي المشاهدين هذا الشاب الجميل الوسيم تحدث لنا عن مشكله اخرى وعن معاناه اخرى في محافظه البصره وهي قد تكون في عموم العراق بأكمله أن السياسيين الفاسدين ليس هم الوحيدين من يقوموا بقتل المواطنين في محافظة البصرة وفي العراق بأكمله بل أن هنالك بعض الشخصيات التي يطلق عليهم لقب الأطباء الذين يساهمون في قتل العديد من المواطنين يساهمون في قتل العديد من الأبرياء من خلال الكشفة صاحبة المبالغ العالية جدا والمختبرات والتحاليل والأدوية التي ما أنزل الله بها من سلطان إذن أعزائي المشاهدين مستمرين بنقل هموم ومشاكل ومعاناة المواطنين خليكم ويانا إذا مثل ما شفتوا أعزائي المشاهدين معاناة المواطنين موحدة معاناة المواطنين هي واحدة الكهرباء الماء العاطلين عن العمل والمشاكل والمعاناة الأخرى التي وصل إليها المواطن البصري والمناطق ابن هذه المدينة وابن منطقة حي الحسين والرسالة التي تكلموا بها ابتداء من الشاب صاحب الوظيفة التي يعمل بها منذ
سنة وست أشهر لغاية الآن بدون راتب وبدون مخصصات، والشاب الذي تكلم عن الأطباء ودوره في قتل العديد من الأبرياء والأمراء البصرية الكبيرة التي تعمل بآلة التنظيف التي تحصل على مورد مادي مقداره 5000 دينار، وهي تأتي من منطقة قرمة علي وصولا إلى هذه المنطقة. خلونا نشوف معاناة أخرى ورسائل أخرى. السلام عليكم. أهلاً وسهلاً يا رسول الله. خليك. الله يسلمك. إيش قصر لك السوق؟ صار لي هواي الحمد لله بالتسعينات تقريباً. نجي نشتغل هنا بالبيع نبيع ونشتري. شلون نشوف اليوم السوق والحياة؟ والله يعني مو هالقد. نعم. ايه؟ معاناة المواطنين الفقراء بالسوق. بصورة عامة المعاناة مو بس الحيانية، هي العراق كله. نعم. ظروف صعبة والاقتصادية وتعرف أنت بعد الوضع. عندك راتب حجي؟ لا لا ما عندك. لا عندي راتب ولا تقاعد ولا إيش. نعم. بس هاي اشتغل هنا. اشتغل هنا. ايه عندي ولد هم خريجين. عاطين عن العمل. خريجين شنو؟ جامعات. نعم. وما عندهم عمل. لا. نعم. لحد من البيت قاعدين لا شغل ولا عمل. واحد معهد واحد جامعة. نعم. والباقين ما مكملين دراسة بطلوا. نعم. بالعمال يوم يشتغلون يوم يشتغلون. نعم. شنو رسالتك للحكومة المحلية بالبصرة؟ والله بعد هي ظروف معروفة. نعم. الحكومة إذا عندها إمكانية تسوي بس. ظروف صعب يعني مو نحمل بس الحكومه احنا. نعم. نحمل هم نفسنا لان احنا هم مسؤولين، الشعب هم مسؤول. الحكومه هم سوت وبنت وبلطت. نعم. والشعب خرب. نعم. انا اللي اشوفه هذا. لا من ناحيه هسه الشباب العاطلين على العمل، انت عندك خريجين يعني هذا ذنبنا احنا ما عيناهم دول شنو؟ لا بعد الظروف صعب يعني وين يعينونهم وين يتعينون؟ اليوم انت ما تشوف التعيينات تجرى على اساس المحسوبيه والواسطات لو ما لا طبعا هذا بصوره عامه. نعم. صحيح اللي عنده حزب منتمي عنده شيء طبعا هذا الى الاولويه. نعم. والما عنده ما الى الاولويه ظل يعني ما لا شغل ولا عمل. شكرا جزيلا. هلا مرحبا. السلام عليكم يبا. السلام ورحمه الله وبركاته. شنو اخبارك؟ شوفك صافن. ها؟ شلون تشوف السوق اليوم؟ السوق الحمد لله الناس مبسطه وتداري خبزتها بهاي المهنه تحصل قوت يوم ويتها. نعم. ولكن الشعب العراقي شعب مظلوم، لا مقدم له خدمات لا توظيفات لا فشي، الشرايك الاجنبيه يجيبون عمالهم وياهم، فالمواطن العراقي باقي هو ما يشتغل. ليش؟ غير الحكومه تنظر لهاي المساله، لان الشغل العراقي افضل مما شغل واحد اجنبي. بالنسبه هاي الشرائك مال النفايات قاموا يجيبون شركه كويتيه وشركه تركيه، والمواطن العراقي باقي يلم هاي العتيق وما شنو. فنريد من الحكومه، نطلب من الحكومه ان تباوع نظره كبيره الى المواطن العراقي، وهو الافضليه له بالنسبه الى العمل ولا التوظيف ولا فشي. فاحنا من يمر بظرف المواطن ويدافع عن الوطن، ما نجيب أجانب يدافع عن المواطن، هو المواطن العراقي هو يدافع عن وطنه. فالحكومة إذا ما تداري وإذا ما توظف، أنا أشتغل بالتربية. بالتربية. أي. معلم لو شنو؟ لا نشتغل خدمات. خدمات بالتربية. نعم. شنو رسالتك للحكومة المحلية؟ رسالة الحكومية تريد تتراجع المواطن، تشوف متطلباته، المجاري، الكهرباء، الماء. هسه أكثرية الماء هو كله شراء من التنافس، فهذا ما شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. إذا أعزائي المشاهدين، بعد هذه الرسالة التي وجهها هذا المواطن البصري يقول بالحرف الواحد: لا تجعل المواطن للدفاع عن أرض الوطن فقط وأن يقتل من أجل الوطن فقط، بل اجعل المواطن في محافظة البصرة وفي عموم محافظات العراق هو مواطن له كل الحقوق وله كل الحريات في وطنه. لا تجعل المواطن للدفاع عن الوطن فقط، وعندما تكون وظائف وتعيينات هي للقادمين من خارج البلاد، الشركات الأجنبية وشركات التنظيف التي تأتي من الكويت وتأتي من الدول المجاورة، وابن البلد الذي دافع عن البلد وقدم للبلد وتم جرحه في البلد ومنهم من استشهد في البلد، نجد ذويه وأصحابه وأصدقائه هم في خانة العاطلين عن العمل. خليكم يا أعزائي المشاهدين. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. كيف صار لك بالسوق؟ تقريبا هنا صار لي يمكن 16 سنة. 16 سنة، شنو نعم. عملك؟ سائق إجري. نعم. شلون هالإجرة اليوم؟ هسه يعني الوقت الحاضر؟ نعم. يعني منتهي كلش. التكتك أثرت عليها؟ يعني طبعا 100%. من أي ناحية أثرت؟ أثرت من ناحية أنه تاخذ الكراوة يعني بسيطة نفس ما تقول، وهنا الجماعة يعني يحب الكراوة البسيطة فياخذها، إذا أبو التاكسي 3000 أبو التكتك ب 1500 ب 2000 ياخذها. نعم.
بعض المواطنين يقولون سائق التاكسي اللي واقف مثلا بالسوق او يم المستشفى او يم دائره حكوميه يتعامل باجره عاليه فرق عن السياره او التكتك اللي وهي ماشيه مثلا وتاخذ انت المواطن يريد تبريد ويريد الشغلات ويريد المكان المحدد اليه فانت لازم تطلب من عنده مثلا اجر شويه مثلا اول كذا اجر ترى الاجر كله للعشر 5000 دينار ايش قد تاخذ على التبريد؟ التبريد كل شيء ما ناخذ عليه احنا الشغله المواطن ببلاش يعني بس هي الاجره مو يقول هيك يقول عاليه هي الاجره نفسيتها بس هي يقول عاليه زين اليوم المواطن يشترط عليك ان الشغل تبريد؟ اي نعم يشترط عليك نعم واذا ماكو تبريد ما يصعد بيه يعني اكو مواطن يحب التبريد اكو مواطن ما يريد التبريد نعم فاكو هو يعني مواطنين يحب التبريد يعني يريد تبريد سياره يقول تبريد ويريد اجره ناصي حاله حال التكتك يعني اذا التكتك ب 2000 دينار يقول ب 2000 دينار تاخذه فهي ما صار عندنا هاي ما صرف النقول تعرف انت البنزين اليوم 650 دينار ترى المحسن نعم والازدحامات اي والازدحام والعادي احنا 460 بس ما تشتغل السياره علي تبريد يعني كلش فاشل زين يا شارع اذكرها من ناحيه الازدحام بالبصره سوق البصره والعشار ذاكر سوق البصره والعشار ذاكر انا اذا واحد ياخذك سوق البصره قد تروح 5000 5000 اي وانا ما اروح انا زين اجرتها بدون ازدحام ايش قد؟ هي 4000 دينار 4000 دينار نعم شكرا جزيلا لك اشكر ممنون منك السلام عليك شلونك الغالي شنو عملك؟ سايق ستوته نعم احنا هسه التقينا بسائق تاكسي ايه؟ وانت الان سائق نعم. ستوته قبل نعم. فتره قليله جدا التقينا باحد سائقي التكتك وشرح لنا معاناه التكتك نعم. ومعاناه اللي تصير بالشوارع نعم انت شنو معاناتك؟ معاناتي بعد انا هنا اقول لك اشتغل تجيني كروه يعني اطلع ما تجيني ما اطلع وانا نفس الشيء شلون الولد سالته هم بالازدحام بس احنا غير هو ياخذ 5 احنا البص ناخذ 7 زين احنا حمل مثل كنتور يجينا مثل مجمده ثلاجه هيك زين ايه؟ اثرت على البيكابات او السيارات الاخرى لا 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 مثل ما يسمونها لا 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 ما لا ما كل من وعمله لا كل من وعمله الداينه بوحد مثل داينه الشيل حمل مثلا احنا نروح صناعيه مال حمدان خوش احنا نروح ب 10 وبالداينه نروح ب 50000 روح الحمدان نجيب 10000 دينار روح نجيب سبارت نعم اي بنزينك وضعيتك بعد انت تقول له لا تقول له 15 يقول لك ايش دعوه وما ادري شنو ماش يعني احنا غصب علينا نروح بعد احسن ما قاعد ايش اسوي نروح احنا ايش قصر لك تبع العمل انا كنت عسكري 2015 بطلت عسكري اي مبطل نعم. وين عسكري بالرمادي بالرمادي اي وبطلت ليش بطلت بعد بالاحداث بطلت مال 2015 14 مال دواعش مال داعش اي مال داعش ما رجعت وين مسوخ عقودهم؟ لا والله ما رجعت قدمت؟ قدمت وموجود الفايل مالي وموجود الهويه ما مسلمها نعم حاليا وين كنت تداوم؟ بالرمادي وين بيا فوج؟ فوج الاول لواء 32 فرقه الثامنه نعم اي وقدمت وهاي ما سمعت تتمنى ترجع؟ بعد اتمنى غصبا علي ومتندم قش على راسي شو توجه رساله الكاظمي القيادات الامنيه؟ يا اخوي القيادات الامنيه شو توجه بعد شيء يعني شو اقدم لهم؟ يعني قدمنا وسوينا ما سووا حلنا يا اخوي كل شيء ما سووا غير الكاظمي والمالكي وياد على حسيت اذا بهذا الطريق وشفت وزير الدفاع جمعنات شنو راح توجه له رساله؟ اوجه له رساله اقول له بعد يعني ما احنا ما نقدر نحكي حكي مو خوش حكي نعم نقول له ادخلك وادخل الله نعم اي بعد ما نقدر عليه نقول له احنا اول عسكريين كنا وخدمنا انا 2007 انا لابس الصوله 2007 وبطلت 2015 خوش حكي فاقول له بعد انا اريد ارجع وقدمت معامله والمعامله ما وصلت هسه احنا حاليا على حدود سوريا اسمك انت انا علاء جباص صدام مزيد جباص صدام مزيد الفيصلي شكرا جزيلا اذا اعزائي المشاهدين علاء هذا الشاب الاسمر البصري الممنوح بشيء علاء يناشد رئيس الوزراء الكاظمي يناشد القيادات الامنيه في يوم الثلاثاء علاء يناشد جمعة عناد في يوم الاثنين يناشد جمعة عناد في جميع ايام الاسبوع يناشده لعله ان يعود الى ما كان عليه يقول امنيتي ان ارجع الى ما كنت عليه دفاعا عن الوطن دفاعا عن المقدسات دفاعا عن تلك الايام الجميلة التي قضيت دفاعا عن الوطن شكرا لك علاء ورسالتك ان شاء الله توصل اذا اعزائي المشاهدين مستمرين بنقل هموم ومشاكل ومعاناة المواطنين في محافظة البصرة تحديدا في منطقة حي الحسين ونحن الآن في وسط هذا السوق تجوانا بين الأهل بين المحبين بين الكبار بين الصغار السلام عليكم هذا الشاب استقبلنا بابتسامة خلنا نشوف ما وراء الابتسامة السلام عليكم شلونك شنو أخبارك الله يبارك شنو عملك أنت أنا محل اندماج سوق بس عملك متى الساعة تفتح الصبح يقولون عليه غالي إيه صح إيه غالي كاو لا جار وعامل ايش قد إيجارك هسه إيجاري 700 نعم إيه عمال عندك عمال ونجيب نسوق متى الساعة تفتح فتح الصبح 7 الساعة
السبعة لحد من؟ لحد ال 12 ظهر. تاخذ استراحة ونرجع. ناخذ استراحة ونرجع نعزل بالسبعة بالليل. السبعة بالليل. زين تشوف اليوم السوق محمي أمنياً؟ يعني من ناحية السرقة، من ناحية الأمور اللي احنا مخلين واحد يعني يحمي السوق. لا من ناحية القيادات الأمنية كشرطة متواجدين بالسوق؟ يجيكم مثل استخبارات يفترون على السوق؟ لا لا ما قليل يعني. اكو شرطي يعني يمكن هيك شيء مخليهم هنا على اهل الذهب يعني. على اهل الذهب؟ اي مو على هذا السوق. نعم. شكرا جزيلا. حبيبي مستمرين اعزائي المشاهدين، السلام عليكم يمه. قوات الله يمه. خليك وياي خليك وياي. هلا بعد قلبك. قوات الله يمه. خليك وياي بس اوكي. بعد قلبك. شلونك يمه؟ الله يسلمك. اخبارك طنا مجالسك وين رايح؟ والله والديك. قوات الله. وحيله. شلون صحتك؟ الله يسلمك. اليوم بالسوق. والله والديك. شنو عندك اليوم؟ خطار عندك لو شنو؟ خطار والله. منين خطارك؟ من العمارة. من العمارة وكفو. اي. كفو من العمارة وتحياتنا لأهلنا وناسنا الميسان الأبطال والطيبين بنفس الوقت. يمه شنو اختلفت عادات النساء بذاك الزمن عن هذا الزمن؟ والله يا خالة كل شيء اختلف. كل شيء اختلف. اي والله. اي. اي. هسه ال هسه كلها تبدل الشيء. نعم. والله. اليوم صار الأكل كله من مطعم وخدمات توصيل. اي من مطعم اي وأشكال. وهيك يمه؟ اي والله يا خالة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. اذا اعزائي المشاهدين من هذه الفطره البصريه، من هذه المراه البصريه الكبيره، خلونا نشوف معاناه اخرى ورسائل شبابيه بصريه مملوحه. السلام عليكم، شلونك الغالي؟ شنو اخبارك؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ شلون تشوف السوق اليوم؟ والله السوق تعبان. نعم. مو هسه، مو بس اليوم، صار له يعني فتره كبيره تقريبا مصعد الدولار لحد الان ماكو سوق. يعني اثر ارتفاع الدولار على السوق؟ طبعا اكيد. البعض يقول ارتفاع الدولار ما ياثر على السوق. لا شلون ما ياثر؟ هسه احنا السوق واقف يعني جاي نفتح ونعزل ايش؟ نعم. اغلب الناس باعت محلاتها هنا وطلعت هواي يعني. نعم. اي. مشكله يعني ارتفاع الدولار مشكله كبيره صارت هنا. انت شنو اللي تبيع ملابس ولاديه؟ كل شيء يعني مشترك، رجالي ونسائي وولادي. مشترك. اي. نعم. هذا السوق كله يعني جاي يعاني، مو بس اهل الملابس. نعم. اهل الاخشاب، اهل البقاله، كلها نفس الحال. اليوم اللي لاحظ السوق فيه شلل. اي شلل تام. واقف كل شيء شلل تام. تعال يا يبا، تعال حجي، تعال تعال يبا، تعال تعال. الحج يقول ما يصير انا وابني نتكلم. اي ما يصير. المعاناه واحده عمي. عمي وضح الصوره بعد. روح حياك الله. هي المعاناه وحده، الشعب العراقي كله معاناه وحده. نعم. كله تعال، ارتفاع الدولار دمر البشر. نعم. دمر المواطن العراقي. زين احنا ناشدكم وناشد الحكومه تقلل من سعر الدولار. يعني حتى السوق شوي يتحرك. ليش انا ايجار 800 منين ادفع 800؟ اطلع اموت جوع، اظل بالمحل ما ادفع الايجار، شلون بالله مشكله هاي؟ شلون تحصل هذا 800 اذا السوق واقف؟ والله من جيبي نوبات. نعم. ماكو ماكو يعني السوق ماكو، تعبان كلش تعبان. نعم. احنا ندعي رئيس الوزراء والبرلمان والحكومه كلها تنزل الدولار. يعني الدولار من صعد دمرنا، والله دمرنا. أنا صار لي 33 سنة بالسوق، بزمن صدام حسين، مو يقولون المجرم صدام حسين، دخلنا مليون مليون ونص. صار لك 33 سنة؟ 33 سنة. السوق مر بهاي الحالة منذ فترة بعيدة، منذ زمن بعيد. أول مرة. بهاي الحالة اللي جاي مر بها اليوم السوق. كان بزمن صدام الورق 360. نعم. ونشتغل عادي ودخلنا قوي. هسه دمرنا، فشلنا كلش فشل، إذا ظل بعد الدولار شهرين ما نظل. منين تتسوق أنت حجي؟ مو نوبات من بغداد، نوبات منا. نعم. يعني مشكلة هاي. هسه هي شنو المشكلة هي يعني؟ هسا عندك النفط صاعد فوق $70 والصرف صاعد، بس الفلوس مال الحكومه وين جايه تروح؟ ما حد يدري وين جايه تروح، غير كل المواطن يستفاد من عندها لو غيرها. هلكنا البوق عمي، رحم الوالديك. هلكنا البوق. والجماعه ما يبيقون دينار، ما يفيتهم الدينار، يصعدون الورق حتى ياخذون ورق سهل، حتى بشيل سهل، ترسل قونيا ويتوكل على الله. إذن أعزائي المشاهدين، من هذا الرجل الكبير صاحب الشيبة البيضاء وولده صاحب القلب الأبيض جدا، يناشدون الحكومة المحلية، يناشدون رئيس الوزراء مصطفى الكاظم، ويناشدون الحكومة المحلية بتخفيض سعر الدولار، لأن ارتفاع سعر الدولار سبب للسوق شللا تاما وعزوفا تاما لدى المواطنين، لدى العوائل المتعففة عن هذا السوق. شكرا لكم وشكرا لمعاناتكم، إن شاء الله توصل رسالتكم. إذن أعزائي المشاهدين، مستمرين بنقل الهموم والمشاكل والرسائل والمعاناة في محافظة البصرة. خلونا نشوف رسالة بصرية أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ميت شنو أخبارك؟ الحمد لله. شوفك صافين. شو السوق هيك صفن؟ هو السوق صافي، ما تشوفه أنت. نعم. صوره وشوفه. نعم. بدون بشر، بس المحلات مبسطة. بس المحلات. إي هاي كلها أسباب وأخطاء حكومية. نعم. ماكو غيرها. لأن الحكومة أول ما صعدت الدولار. نعم. أثرت علينا إحنا الكسبة الموجودة بالشارع قاعد على باب الله، كلها هسه معارضين ملابس مواد
غذائيه منزليه كلها الموجوده بالسوق ما تشتغل. قاعد يا دوب تطلع له الايجار يدفع نص لو ما يطلع الايجار. فاحنا بالنسبه ماكو اخبار من المواطنين على الاسواق؟ لا ماكو، انت تشوف السوق بعينك هسه جاي تشوفه صوره وشوفه. نعم. يعني ناس قليله بيه، حتى اللي يجي ما يشتري هسه ملابس ويشتري شغلات هسه للبيت، يشتري مواد غذائيه. هاي اللي يحتاجها البيت الاكل والشرب. نعم. هذا السوق سوق قديم، سوق هاي بس مهمول. مهمول من قبل الموجودين هسه الموجودين بالحكومه المحليه والحكومه موجوده ناس هسه كسبت بس تشتغل. وهذا الشغل تعرف عايشه كل هسه كل محل بي عاملين. زين خلينا اسالك سؤال، اليوم الحكومه المحليه والحكومه المركزيه بصوره عامه ما جاي توجد فتح حلول للشباب العاطلين عن العمل، بالتالي الشباب العاطلين عن العمل او الرجال الكبار السن الذين لم يسعفهم العمر بالالتحاق في الدوائر الحكوميه، ما اضطروا الى فتح محلات تجاريه ومحلات خاصه بهم، وبالتالي الحكومه قامت برفع سعر الدولار ما اثر على محلاتهم على ايجاراتهم. اي طبعا. زين الشباب العاطلين عن العمل، الشباب الكسب وين يروح؟ لا وظيفه ولا ارتفاع سعر الدولار يتم تخفيضه خاطر الناس يتسنن لها تجوال بالاسواق. اي طبعا الدولار كل ما ينزل الناس تجي تشتري حاجه، اللي يبيع محل هم استفاد، وتشتري حاجه بسعر ارخص هذا السعر هم يفيده. نعم يعني شكرا. هلا بيك يا هلا عمي، هلا ومرحبا. اذا الرساله اعزائي المشاهدين الى الحكومه بشتيها المركزيه والمحليه، لا تقوموا برفع سعر الدولار ورفع كاهل المواطن البصري بالمعاناه والمشاكل والهموم. اليوم ارتفاع اسعار الدولار يؤثر تاثيرا كبيرا وبصوره كبيره جدا على الاسواق البصريه، على اسواق حي الحسين وفي عموم مناطق البصره. اليوم الاسواق في محافظه البصره مهموله جدا، امنيا، خدميا، صحيا. اليوم لاحظنا في هذه الاسواق عدم تواجد للقيادات الامنيه لحمايات هذه الاسواق وهذه المحلات التجاريه، وكذلك وجدنا في منطقه حي الحسين عدم وجود لسيارات الاسعاف المتواجده في هذا المكان لنقل الحالات الخطره والحالات التي في هذه المدينه بالذات. كذلك اليوم الاطفاء او الدفاع المدني غير متواجد في هذا المكان، ايضا لاحظنا اهمال واسع واهمال كبير لمنطقه حي الحسين واهمال غير موجود نظيره في جميع المناطق البصريه. حي الحسين منطقه المشاكل ومنطقه الهموم ومنطقه المعاناه، ولا زالت هذه المنطقه تتصدر المشاكل في محافظه البصره. نتمنى من حكومه البصره انصاف هذه المنطقه المظلومه، انصاف هذه المنطقه المنكوبه التي قدمت شهداء، قدمت جرحى، قدمت للجيش العراقي، قدمت للحشد الشعبي. حي الحسين مدينه المفكرين، مدينه المبدعين، مدينه الشعراء. اليوم متواجدين اعزائي المشاهدين بين اهلنا وبين ناس. السلام عليكم. شلونك قلبي؟ شو تشوف اليوم؟ تعال نزل وياي شوي اذا بيها مجال. خذ انت. شنو اخبارك؟ الحمد لله. انت شلونك؟ شلون صحتك؟ شلون تشوف اليوم السوق؟ والله السوق كلش تعبان. ليش؟ بعد بسبب هذا الدولار. نعم. اي والله. تعب السوق كلش. ماكو اقبال على السوق. ابد. نعم. عالم ما عاد فلوس، منين تجي؟ يعني دولار 125 صار هسه 162. نعم. من 152 ما اعرف بعد. انت شنو خريج او شنو؟ لا والله كاسب. هذا كاسب. ايش قد صار لك محل؟ صار لي هنا يمكن اربع سنوات. اربع سنوات ما وجدت فرصه بالدوائر الحكوميه، التجأت المحلات بعد ما. نعم. تعيينات ماكو، تجي للسوق شلون تروح؟ اليوم ظل ارتفاع سعر الدولار اثر عليك واثر على المواطنين واثر على العوائل الفقراء. السوق كله يعني السوق كله تعب. هذا نعم. الكاسبين على السوق كله تعب يعني كله تعب. شكرا جزيلا. خذ منهم. حياك الله يا لبي. اذا خليكم يعني اعزائي المشاهدين مع فاصل، مع ارتفاع أسعار الدولار، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مع ارتفاع أسعار المشاكل والمعاناة في محافظة البصرة، يتمنون المواطنين في محافظة البصرة وناشدوا مرارا وتكرارا بتخفيض سعر الدولار، تخفيض أسعار المواد الغذائية، تخفيض الدخل الذي أشعل كاهل المواطن في محافظة البصرة. أعزائي المشاهدين بعد هذه المعاناة فاصل ونعود مرة أخرى. إذن أعزائي المشاهدين الآن متواجدين في قرب
احدى العيادات الصحيه والمراكز الصحيه في منطقه حي الحسين. خلونا نشوف الخدمات الصحيه اللي تقدم الى المواطنين في منطقه حي الحسين، الخدمات العلاجيه، الخدمات الطبيه مع المواطنين اينما كان المواطن، نحن معه صحيا، خدميا، تربويا، في جميع المناطق والمسميات. اليوم نحن الان اعزائي المشاهدين، اذا تدخل كاميرا قناة دبليو تي في في احد المراكز الصحية في منطقة حي الحسين، بالتحديد في سوق القسم. خلونا نشوف رسائل المواطنين عبر هذه المراكز الصحية والخدمات اللي تقدم صحيا للمناطق في عموم محافظة البصرة. خليكم معنا اعزائي المشاهدين، نحن الان في داخل المركز الصحي، في داخل الخدمات الصحية اللي تقدم في منطقة حي الحسين، في هذه المنطقة المظلومة، في هذه المنطقة المنكوبة. خلونا نشوف معاناة هذه المنطقة. السلام عليكم، شلونك الغالي؟ شو اخبارك؟ شلون نشوف الخدمات اليوم الصحية؟ والله زينة، كل شيء معكم. نعم يعني خدمات تمام زينة، كل زين. نعم ايوه. انت شنو مراجع هنا؟ مريض او شنو؟ لا عندنا جهال جاي. هذا الجهال؟ ايوه. نعم ناجع مستوصف. نعم. لقاح وزين، كل شيء معكم الحمد لله. وش نعم شكرا جزيلا. اذا خليكم معنا اعزائي المشاهدين، نحن الان في داخل المستوصف الصحي وداخل العيادة الصحية في منطقة حي الحسين، في بالتحديد في منطقة سوق القسم باللهجة الشعبية الدارجة. السلام عليكم، شلونك؟ شن اخبارك؟ شلون صحتك؟ شلونكم زينين؟ وياكم قناة دبليو تي في وطن يوم، تجوالنا في احدى المراكز الصحية في منطقة حي الحسين، بالتحديد سوق القسم. شلون نشوف الخدمات الصحية اللي تقدم الى اهل حي الحسين؟ جيدة. نعم. بس البناية اللي هاي صغيرة، وذيك البناية الاصليه على تصورونها. نعم. قبالنا. نعم. صارها من 2015 لهسه كامله 80% وانترك العمل فيها. ليش انترك؟ ما ادري، يقول من الازمه الماليه اللي مر بها العراق. نعم. ايوه هسه حاليا متروك. نعم. هاي اذا بنيت ذيك البنايه تنحل المشكله، مشاكل هواي. زين، هذا المركز الصحي لكل حيانيه لو هذا؟ لا، المنطقه الثانيه. المنطقة. هذا بالاساس كان كل الحيانيه، سنه 70 تاسس. نعم. أولى والثانية والثالثة. نعم. بعدين فتحت المراكز. نعم. أتمنى تتجول ويانا بهذا المستوصف، خلينا نشوف المواطنين والمراجعين بداخل هذا المستوصف. إذن أعزائي المشاهدين، الحبيب يوصف لنا المشهد الصحي في منطقة حي الحسين، يقول إن البناية تركت وذلك لعدم تخصيص مالي. اليوم التخصيصات المالية للمشاريع فقط، للمشاريع المتلكئة، للمشاريع المهمولة، أما المشاريع الصحية التي تقدم خدمة للمواطن. خليكم يا اعزائي المشاهدين، السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك استاذنا العزيز؟ حضرتك مدير المركز؟ مدير مركز حي الحسين. شلونك استاذنا العزيز؟ مرحبا عزيزي. شلون نشوف الخدمات الصحيه اليوم تقدم حي الحسين؟ والله زينه، كلش زينه. نعم زينه. شنو جاي تقدمون هسه انتم؟ ادويه، علاجات؟ ادويه، علاجات، لقاحات، لقاحات كورونا، كلها ماشيه على حسب الاصول. نعم زين. بس عندنا شنو؟ عندنا نقص اطباء. نقص كادر. طبيب واحد ونقص كادر سته، لا اقل شيء عندنا سته صنف طبي، وعندنا طبيب واحد. نعم. طبيب واحد هو للحوامل، هو اللقاح الكورونا، هو يستعمل عيادة خارجية، كلها عليه طبيب واحد. شوف هذا الزحام اللي عليه. زين. نعم. البناية القديمة والبناية الجديدة؟ البناية الجديدة خليك فيها 85% نسوت الإنجاز بها. صار سبع. نعم. صار لها سبع سنوات. اي سبع سنوات متروكة. ليش متروكة؟ ما انطوا فلوس للمقاول. تخصيص مالي؟ تخصيص مالي ما خصوا له. وعاف البناية منذ سبع سنوات ونسبة الإنجاز بها 85%. نعم زين. وش شوف عن هذا، كل خمس برامج بغرفة واحدة، كل خمس موظفين بغرفة واحدة. نعم زين. اليوم انتظار المواطنين بهاي الصالة، صالة تليق بالمواطنين، تليق بانتظارهم، تليق بال... لا لا ما تليق، ما تليق، ما تليق بالمواطنين. ما تليق ابدا، ما تليق. نعم ابدا ما تليق. مو من المفترض ان تكون هنالك صالات مكيفة، صالات مهيئة. نعم 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 للمواطنين. نعم للمراجعين. نعم اليوم وخاصة قد تكون المراكز الصحية والعيادات الصحية الحكومية تغني عن المستشفيات الأهلية، تغني. نعم عن العيادات. نعم نعم نعم. العائدة لأطباء، صح لو مو صح؟ صحيح. نعم وخاصة الأطفال. نعم حديثي الولادة، كل اثنين عندنا بي سي جي حديثي الولادة، ممر ضيق ومروحة على كيف تشتغل. خليك وياي. نعم. هاي غرفة الطبيب. غرفة الطبيب وطبيب واحد طبعا. طبيب واحد. عليه الحوامل. نعم. وعليه فحص مال لقاح كورونا. نعم. وعليه لقاح الأطفال. ايه. وعليه عيادة خارجية. نعم. وطبيب واحد. ايه. زين. وشوف الازدحام. الاسم. صباح إبراهيم خليل، معاون طبي وحقوقي. مدير هذا المركز. مدير مركز حي الحسين. مدير مركز حي الحسين، أعزائي المشاهدين، الأستاذ صباح يوصف لنا المشهد في منطقة حي الحسين في هذه العيادة الصحية المركزية في منطقة حي الحسين. هذه المنطقة وهذه العيادة التي ستستوعب
أعداد كبيرة من أبناء حي الحسين، أعداد كبيرة من أهالي حي الحسين يعاني معاناة شديدة، منها قلة الكادر الصحي، منها قلة الخدمات التي تقدم في هذا المركز بالذات، البناية الجديدة التي من المفترض أن تكون بناية جديدة لأهالي حي الحسين، لأهالي منطقة حي الحسين وبالتالي المنطقة الثانية، لغاية الآن مهمولة، لغاية الآن متركة بحجة التخصيصات المالية. اليوم نلاحظ التخصيصات المالية لا تنصب سوى بالمشاريع المتلكية والمشاريع المهمولة. أعزائي المشاهدين، نعم، بعد ملاحظة جدا مهمة، الوطنية مال المستوصف دائما مقطوعة، نعم، 6 أيام 4 أيام تنقطع، عندنا لقاحات وصيدلية، إذا نص ساعة تنقطع الكهرباء تتلف، زين 24 ساعة كهرباء منقطعة بهاي المنطقة، نعم، وخاصة للمركز، وكل سنة نفس المعاناة نعاني منها، نعم، كل سنة نفس المعاناة نعاني منها. هسه هذا التزاحم اللي جاي نشوفه، بس إذا ياخذ عزيزي المصور، إذا ياخذ وصفي أو مرتضى، هذا المشهد اللي قبالنا هو على طبيب واحدة فقط، طبيب واحد، نعم، وحتى ما أقدر أعطي إجازة للمكوبة. خلينا نشوف، أنا ياخذ ندخل للطبيب. إذا أعزائي المشاهدين، خليكم ويانا، خلينا نشوف الطبيب اللي تزدحم عليه الكثير من أبناء حي الحسين، من أبناء المنطقة الثانية. خليكم ويانا أعزائي المشاهدين. السلام عليكم. السلام عليكم عمي، شلونك يبا؟ شن أخبارك؟ السلام عليكم، شلونك دكتورنا؟ شن أخبارك؟ شلون صحتك؟ أنا طيب، قناة دبليو تي في وطن وياك. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. شلونك دكتور؟ الحمد لله. شكرا لعملك، شكرا لانسانيتك. تحدث لنا الكثير من المواطنين ومدير هذا المركز عن التزاحم اللي يجري عليك من قبل المواطنين وانت بمفردك. والله المشكله هي ماكو طبيبه، لان طبيبه كانت موجوده سابقا. نعم. هاي الطبيبه راحت دراسات عليا. نعم. فحاولنا نخاطب القطاع عده مرات على اساس يوفرونا طبيبه. لكن المشكله انه ماكو طبيبه، فبقيت اداوم لوحدي هاي الفتره كلها. يعني حوالي من 11 شهر 11 السنه السابقه لحد الان. لوحدك؟ لوحدي اداوم. نعم. طبعا ازدحام، لانه يعني مركز صاير بالسوق، نفوس المنطقه حوالي 30,000، يعني صعب، والغرفه صغيره، شوفوها يعني غرفه صغيره، وصيرت مع انه المدير العام نفسه اجى، يعني قبل فتره اجى وشاف الوضعيه، قال لهم لازم تتوفر طبيبه هذا المركز، ووفروا لنا طبيبه فتره قصيره وراحت. فهاي المشكله وهاي المعاناه عندنا. يعني شد ناشد الدكتور عباس التميمي، يعني ان توفير طبيبه باسرع وقت. احنا نعم. خاطبنا يعني الصحه، خاطبناهم وخاطبنا القطاع عده مرات. نعم. ما جاي يجيبون اي، يعني ما عندهم، يقولون ما عندنا اي طبيبه. تجيك حالات حرجه دكتور؟ حالات قد والله ما حالات الحرجه الصحي. يعني هم بعض المراجعين اذا هي حاله حرجه يروح للمستشفى قبل صراحه. نعم. على الطوارئ، ومرات تحويل، ومرات يجون علينا احنا نحولهم، اذا كانت حاله حرجه نحولها على المستشفى. انا بالنسبه لي يعني ما عندي مشكله، لانه عندي يعني خبره طويله، يعني صار لي حوالي 24 سنه بالخدمه، فالحمد لله عندي خبرة كافية أقدر أستوعب الأمور. بس المشكلة قلت لك يعني الازدحام والتدافع. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا، مرحبا. إذن هي رسالة إنسانية من هذا الطبيب الخاص. الاسم دكتور؟ دكتور ناصر عبد الله. دكتور ناصر الذي نصر الفقراء، نصر العوائل المتعففة، نصر المساكين في محافظة البصرة. هي رسالة إنسانية للدكتور عباس التميمي مدير صحة البصرة بتوفير كادر صحي معاون للدكتور في هذا المركز المكتظ بالأعداد السكانية لمنطقة حي الحسين، وبالتحديد لهذه المنطقة بالذات. هذا الدكتور يواجه معاناة كبيرة، تزاحم كبير، ورغم ذلك يوجه وهو يلبي دائرته الإنسانية ورسالته الإنسانية تجاه المواطنين في محافظة البصرة. مستمرين، شكرا لك دكتور، ومستمرين مع أستاذ صباح وتجواننا في هذا المركز الصحي وبين المواطنين وبين الأحبة. السلام عليكم يما. عليكم السلام. شلونك، اخبارك؟ الحمد لله. شنو عندك اليوم؟ اليوم عندي كاظم الباب ونظف. نعم. انت عامل هنا؟ اي عامل. اي من منطقة حي الحسين؟ إن شاء الله. أي. أجور يومي عقد؟ عقد. عقد. شلون تشوفين معاناة الناس اليوم؟ معاناة المواطنين؟ كلهم زينين، والمواطنين زينين. نعم. كل إخواننا وزينين. ما بيهم شيء. نعم. أي. شكرا جزيلا. بس مشكلتنا الرئيسية الكهرباء الوطنية. نعم. الكهرباء الوطنية مشكلتنا الرئيسية. بالرغم من عندنا لقاحات تتلف إذا ماكو وطنية. من الخبر على الوطنية 3 أيام 4 أيام إلا صلحونها. 3 أيام 4 أيام إلا صلحونها. فش نسوي إحنا؟ نجي نبات هنا ونشغل المولد الصبح. نعم نعم دكتور. نبات للصبح هنا. نعم. على مود اللقاحات، على مود شغل المولد مال المركز، على مود لا تتلف اللقاحات. نعم. الوطنية نخابرهم 3 أيام 4 أيام إلا صلحونها. 3 أيام 4 أيام إلا صلحونها.
شكرا جزيلا لك، ان شاء الله توصل رساله. خلونا نشوف احد المواطنين خاطر يوصف لنا المشهد. السلام عليكم، شلونك الغالي؟ شلون نشوف الخدمات الصحيه اللي تقدم داخل هذه العياده الصحيه في منطقه حي الحسين؟ والله خدمات زينه نعم الحمد لله. نعم خدمات متوفره في المنطقه، ناس كلها بسيطه وجاي تعاون والمواطنين. تسعدك مريض او شنو؟ انا عندي مريض زوجتي. زوجتك وجاي في المركز الصحي، ليش ما رحت المستشفى؟ هذا اقرب شيء مني. اقرب شيء؟ اي اقرب شيء. وعندك امل وعندك تفاؤل هذا؟ هذا دكاتره موجودين اختصاص والصحه والكادر كله موجود زين الحمد لله. نعم. اذا اعزائي المشاهدين التفاؤل جميل عند المواطنين في محافظه البصره، عند المواطنين في منطقه حي الحسين. هذا الشخص يقول انا دائما ما التجئ الى هذا المستوصف لان لدي امل كبير بعد الله سبحانه وتعالى في عدم اللجوء الى المستشفيات، ويغنيني عن الخدمات الصحيه التي تقدم من خلال هذا المركز الصحي المتواجد في منطقه حي الحسين من ادويه من اهتمام من حالات انسانيه. شكرا لك استاذ على الخدمات اللي تقدمونها. شكرا للحالات الانسانيه. سلام جماعه 30000 درجه وينهم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. تحضر 30000 10 اشخاص هنا انتم بهذا المركز تقريبا 11 نفر. نعم جاي نقدم الخدمات على قدم الوساق. نعم وسدينا النقص مال دائرة الصحة اللي احنا متسبين عليه، لكن احنا حاليا من سنة ونص تقريبا ما مستلمين مستحقاتنا، والمحافظ قدم كتاب بالتعاقد مع كل الجوائر الحكومية، إلى الآن الإجراءات الصحة ما متخذة بنا، فاحنا من خلال قناتكم الموقرة الناشد ومدير صحة البصرة الدكتور عباس بأني تبذلاء الشريحة المظلومة اللي جاي يسد النقص بدائرة الصحة، وانت جاي تشوفون احنا نقدم خدمات على قدم الساق من الدوام إلى الدوام وبدون كلل وبدون ملل. وهذا مشهد بالاستاذ اثير وابو اثير وقدام احنا نفس الملاك قدام قاعد. اذا اعزائي المشاهدين هي رساله من احد الاشخاص من اصحاب ال 30000 درجه وظيفيه، القرعه اللي اجرت في المدينه الرياضيه بالتحديد اللي اجراها محافظ البصره الاستاذ اسعد العيداني وبحضور جماهيري غفير اليوم ل 30000 معاناه ورسائل وهموم في جميع دوائر البصره. نلاحظ هناك بالنسبة للعقود على وزارة النفط قد تم تعيينهم كعقود، اليوم لاحظنا أخبار مسرة أخرى، العقود على الشباب والرياضة قد تم التحاقهم بركب وزارة النفط، تبقى أصحاب الجيش الأبيض الذين الآن يخوضون معارك في محاربة كورونا، في محاربة الجائحة الكبيرة التي حلت بهذا البلد. من خلال هذه الرسالة يوجهها إلى محافظ البصرة بتلبية نداءاتهم، تلبية رسائلهم في تعيينهم كعقود أو أجر يومي أسوة بالمواطنين الآخرين، أسوة بأصدقائهم الذين حصل معهم الإجراء العقود، لأن لديهم عوائل، لديهم عوائل متعففة، لديهم عوائل فقراء، ويعملون منذ الساعة السادسة صباحا أو الساعة السابعة صباحا إلى وقت متأخر إلى الساعة الثانية ظهرا، وهم يعملون بدون توقف خدمة للمواطنين، خدمة للفقراء القادمين إلى هذا المركز الصحي. شكرا لك، شكرا لمعاهدك. السلام عليكم، شلونك؟ شنو أخبارك؟ والنعم والنعم والنعم. من ضمن 30000 كلهم مسلمين برامج رئيسية، يعني يبلغون عدد المركز 11 واحد، يعني غيابهم ما في يوظف. يعني احنا يا رينا في التصريح يصير الاستاذ اسعد العيداني وانه يعطينا حل، يا اما يسوينا عقود يا اما يقول اتكلوا على الله بعدها حلنا وياكم، لان سنه ونص بدون لا اجور ولا اي شيء، كل شيء ما جاي نفتهم. وضعنا الروح كتاب لنا وكتاب لكم، والبغداد راحوا ورجعوا، كل فائده ماكو لاكو نتيجه. فنسأل من خلال قناتكم الموقرة أن يوصل صوتي. إن شاء الله يوصل صوتي. شكراً، شكراً لك. الله يعزك. شكراً لرسالتك. شكراً لكل الخدمات الإنسانية اللي جاي تقدمونها بداخل هذا المركز الصحي، على الرغم ما تعملونه وفق أجر وفق رواتب. شكراً لكم، أنتم حالات إنسانية وأنتم اللي تقومون بحالات حرجة. شكراً أستاذ صباح، وإن شاء الله بعد خروجنا من هذا المكان سوف نقوم بتصوير البناية الجديدة للمركز الصحي. إن شاء الله تكون هاي البناية يا رب اليوم حملة تفاؤل جديدة، حملة أمل جديدة من قبل المواطنين. اليوم الحالات الإنسانية، اليوم المواطنين لجوء إلى هذا الطبيب الذي يتحمل دوافع كبيرة تزاحم المواطنين في ظل هذه الجائحة، ومنع التزاحم والابتعاد ضروري في هذه اللحظات بالذات، ولكن هذا الطبيب يؤدي دوره على أكمل وجه. مع الأستاذ صباح، شكرا لهذا الصباح المشرق، شكرا لكم أصحاب 30000 درجة وظيفية، شكرا للأطباء، شكرا للمواطنين. نحن الآن أعزائي المشاهدين انتهت جولتنا في داخل هذا المركز الصحي، خلونا نشوف هموم ومعاناة ورسائل المواطنين في أماكن أخرى، خليكم معنا.
أعزائي المشاهدين، إذن هذه البناية التي من المفترض أن تكون بناية جديدة للمركز الصحي في منطقة حي الحسين، ولكن هذه البناية تم إيقافها وتم إيقاف العمل بها بحجة عدم وجود تخصيصات مالية أو إيرادات مالية في محافظة البصرة. السؤال يكمن هنا، لماذا دائما المشاريع التي تخدم المواطن وتقدم خدمة كبيرة للمواطنين في محافظة البصرة وفي المناطق الأخرى تتحجج الحكومة بعدم وجود تخصيصات مالية، أما المشاريع الخاصة والسيولات الخاصة والمشاريع الوهمية فتوجد تخصيصات مالية كبيرة، توجد إيرادات مالية كبيرة. هذا المركز الصحي إذا تم إكماله، إذا تم إكمال هذه البناء فإنه يعالج الكثير من المشكلات العالقة من حيث ضيق المساحة في تلك البناية القديمة وعدم اتساعها للمراجعين وعدم اتساعها للمواطنين في محافظة البصرة وبالتحديد في منطقة حي الحسين. هذه البناية تحيي هذه المنطقة، تقوم بإنعاش الخدمات الطبية في محافظة البصرة من جديد وتقدم خدمات طبية واسعة دوائية كما تقدم في البناية القديمة. هذه البناية من المفترض أن تكون بناية تؤخذ بالحسبان من قبل الحكومة المحلية في محافظة البصرة وتقوم بإنشائها على أسرع وقت ممكن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شنو معاناتكم هنا؟ معاناتنا والله هاي على المجاري. نعم. هاي المجاري شوفها، هاي من هنا هذا عندك، هذاك الفرع شوية تعبان، المجاري ما تكلها جاي تجي هنا ثقل على هاي. نعم. وهاي الوضعية تعبانة تدفن ما صيلها شارة، يعني ملينا من عته، اشتكينا أزيد من مرة مرتين ثلاثة، ونفسيته استاذ خزع المدير المجاري اجى بنفسيته وقلنا له هذا الخلل وراح ما جانا بعد احنا عد من نشتكي، هو المدير المجاري نفسيته ومدير بلدية يدري والقاطع كله يدري ومسؤول قاطع هنا جبار كلها تدري، وهاي المعاناة تشوفها بعينك انت. تعال شوف اوصل لك ذاك الفرع. نعم. تعال شوف هذا. انا خليك انا تعال هنا. اوصلها لك كذا. زين هذا هو هذا الشارع هو مدخل سوق القسم مو هيك؟ هذا مدخل للسوق. نعم. وهذا السوق منها شوف ايش قد امتداده. نعم. صار المسكاوي. نعم. هذا المدخل ماله منه من القسم وتدخل، وهذا المركز القديم، هذا المستوصف انت وقت صورته. نعم. وهذا السوق، هات تشوف هاي المعاناة مالك. هاي المحلات كلها عزلت، تصور لهاي المحلات هاي كلها عزلت بسبب المجاري، هاي المحلات كلها وراك باب، وهاي المحلات كلها عزلت الناس. هاي اللي سداها من ورا المجاري خطي تعبه. سامع من المجاري يجي هنا. نعم. يضربها صاروخيه ودار وجهه وراح، يا بتعال يضربها مو العالم منها البيوت هاي وعوائل وناس مرضى ماكو يسمع الحكي منها يطب منها. الدوله ادري شنو شغلها وشنو عملها، اريد افتهم من يعني الرساله الى من توصل بعد. اكو مسؤول له ماكو، ندور وجهتنا ونروح الغير واجب مثل هاي الدول الله مطيها وفاتح بوجهها، ولا هنا العراق. نعم. مع كل اسف والله، مع كل اسف على كل مسؤول واعتب علي، اقول ليش هاي العالم هسه جزء احنا الله مطينا نفس ونقدر نروح ونجي ونشتغل وندافع. تعال المريض هسه هذا الشارع بيش قد واد مرضى، صدقني ثق بالحسين نسد باب رزقه من ورا هاي المجاري مكرم سام. واستاذ علي اكو خل واحد شويه يراعيها من الحيانيه ومن نفس المنطقه، كل المسؤولين مدير المجاري منا، مدير القاطع منا، مدير شو اسمه منا، كلهم من الحيانيه. نعم.
كلهم للحيانية وكلهم. نعم الله على ولد صديقنا اسمه جبار، كل ما نخابره خطية يجي هنا ساعة بالسبعة، يعني صديقنا الولد ما مقصر، يضرب دار وتورة، شو يريد يسوي؟ ماكو فد شيء، ماكو فد شيء، حل ماكو. خلي يجي مسؤول، إذا هو مسؤول يسمع كلامه خلي يجي يطب السوق القسم بالحيانية، بسوق القسم بالسماكة. المسؤول على هاي القضايا خلي يجي هو برجله ويطب ويشوف بعينه على مود يقتنع بالقضية هاي اللي جاي يشوفها العالم هاي. اكو سيارة طب لا صبات مخلين من هناك، يعني الناس على باب الله هنا تجذب بسلعتها ما تقدر من هناك وتنقل عرباين. زين شنو اذا نفهم هاي الناس؟ نعم نعم. اذا اعزائي المشاهدين المستمرين، بنقل هموم ومعاناة المواطنين ومعاناة المواطنين في محافظة البصرة بالتحديد منطقة حي الحسين، طفح المجاري اللي سبب شلل تام للكثير من المحلات واصحاب المحلات التجارية. والشخص العزيز هنا يقول قفلنا الكثير من المحلات التجارية بسبب رائحة المجاري، بسبب طفح المجاري استنجدنا كثير من المرات بالحكومة المحلية بإدارة المجاري ولكن لا جدوى، سوى جبار الموظف في إحدى الدوائر يستنجد، ولكن ماذا يفعل جبار أمام هذا الطفح الكبير من المجاري، أمام هذه المشكلات الكبيرة، أمام هذه المعاناة الكبيرة؟ جبار الذي من الواجب الإنساني ومن الواجب الخدمي يقدم خدماته للمواطنين في ظل العزوف الكثير من الشخصيات المحلية والشخصيات السياسية في محافظة البصرة وبالتحديد المتبنين لموضوع حي الحسين. السلام عليكم أستاذنا العزيز. أنت هسه جيت هنا نعمة، هسه أنت واقف ما طاقة، تدري من الطق هنا شي يصير؟ والله ما حد يتعدى منه، والريحة تقتل. ناب هذا الفرع هواي ناس تمرضت، دفننا لما ملينا، سوينا هواي شغلات. انا رجال ذني خوف محلاتي مزودات، الله شاهد ذن محلين الي مزودات، يا وحتى من الذبيحين ما حد يشتريهن من ورا المجاري، والله وكيلك يجون يباوع حيش بعيونه يخلي ويروح. هاي المنهوله احنا صبيناها، هذا كاظم بيده صباها هذيك المنهوله، ذاك شوف والله العظيم ذيك الصبابه هم زاد عندنا شبنتو سويناها. نعم. ما حد يجينا والله، ولا واحد يجينا ولا واحد. هاي مسؤول يتخير وطيب. نعم. ويشوف هالمعاناة هاي العالم، ثق بالله ثق بالله، يعني مريض بهذا الفرع ولا مسح تراب ويشالوك تكتك، يعني الله من فوق ما يقبل. يعني شو تريد تصير يا المسؤول؟ شو تريد تصير؟ خلي يوصل للفكرة، شو خلي يجي يشوف العالم، ثق بأمير المؤمنين. البارحة هنا هذا بيت احترق بهذا الفرع، الأطفال قوة طبت من هناك من ذاك الفرع، أطفال بيت احترق. نعم الله على هالشباب، هاي رقضت عليه كل من ماي وكل من جريكان ماي وكل من بطانية وطفوا البيت والحمد لله وشكرا. فاحنا نتمنى من الله يجون يشوفون معاناة العراقيين وملكت الله يصير حل إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. إذن أعزائي المشاهدين، بعد هذه السلسلة الكبيرة من المشاكل من الهموم من المعاناة في منطقة حي الحسين التي لا يمكن حصرها بدقيقة أو دقيقتين أو ساعة كاملة، فالمعاناة هنا كبيرة والمعاناة هنا كثيرة. المواطنين في محافظة البصرة بالتحديد في منطقة حي الحسين يعانون من مشاكل كبيرة، لا يوجد هنالك رعاية كبيرة بالخدمات الصحية التي تقدم، ولا الخدمات الأمنية ولا خدمات الدفاع المدني. طفح المجاري في كل منطقة وفي كل أزقة من شوارع مدينة البصرة، طفح المجاري يسبب شللاً تاماً لدخول سيارات الإسعاف للحالات الحرجة، لأصحاب المحلات التجارية، لأصحاب القوت اليومي أن يزاولوا أعمالهم في كل يوم، للطلبة المدارس، لرجال وكبار السن في محافظة البصرة. هذه المنطقة، منطقة حي الحسين، لا زالت معدومة، لا زالت مهمولة، لا زالت في خانة النسيان. إذا تواجدنا أعزائي المشاهدين، نحن أعزائي المشاهدين كادر مكتب قناة دبليو تي في وطن في جولتنا البصرية في هذه المنطقة بالذات، وتجولنا في هذه المشاكل وفي هذه المعاناة، واستمعنا إلى هموم ومعاناة المواطنين في منطقة حي الحسين التي تعرف بالحيانية. طفح المجاري، انقطاع التيار الكهربائي، شباب عاطلين عن العمل، موارد نفطية غازية لا تكون بمستوى الخدمات التي تقدم في منطقة حي الحسين، خصوصا هذه المنطقة التي قدمت للعراق ما قدمت، قدمت للبصرة ما قدمت، مثقفين، مجاهدين، شهداء، دماء سالت من هذه المنطقة على سواتر الشرف والكرامة، ولكن لا زالت هذه المنطقة منهوبة، معدومة، مذبوحة من الوريد إلى الوريد من جهة الخدمات. إذن أعزائي المشاهدين، من حي الحسين، من حي المشاكل، من حي الهموم، من حي الصعوبات الكبيرة، انتهت جولة كاميرا قناة دبليو تي في محافظة البصرة بالتحديد في منطقة حي الحسين بالاستماع إلى شكاوى وهموم ومعاناة المواطنين. تقبلوا تحيات مكتب قناة دبليو تي في وطن في محافظة البصرة،
وتحياتي أنا في الإعداد والتقديم علي نعيم الدراجي.